يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هتكلم معاكم عن الحاجات اللي انا جربتها اللي تعتبر فعلا بديله للحاجات الغاليه الفتره الاخيره. في زياده رهيبه في الاسعار، كمان معظم الحاجات المستورده مش متوفره، فحاولت على قد ما اقدر اشوف او اجرب حاجات تكون بديله نفس الماده الفعاله، حتى لو مش 100% على الاقل تكون 80% او 90%، وفي نفس الوقت تكون متوفرة في الصيدليات عشان تقدروا تشتروها. في الوقت حاولت ان تكون المنتجات دي سعرها كويس. اول بديل متوفر في الصيدليات سعره حلو وهو سيرم انياسينمايد من ايفا. سيرم انياسينمايد من ذا اورديناري تركيزه 10%، مش متوفر قوي في الصيدليات، كمان سعره حاليا عدى 400 جنيه. البديل القريب فعلا منه وهو سيرم ايفا نياسينمايد سعره 180، موجود في الصيدليات. لو مش متاح عندك في الصيدليات هتلاقيه على الموقع الرسمي لايفا، هسيب لكم اللينك لو حابين. انا شايفه ان الاثنين قريبين جدا من بعض. بالنسبه لي فعلا احسن بديل جربته لذا اورديناري هو سيرم ايفا، نفس القوام والريحه واللون، بس الفرق ان بحس ان فعاليه ايفا اقل حاجه بسيطه، بس فعلا ده يعتبر بديل ليه، وانا من وقت ما اشتريته وحاليا بستخدمه، ولو خلص هشتري منه تاني ومش هشتري بتاع ذا اورديناري، لان الفرق فعلا الضعف في الثمن، كمان مش موجود. شايفه ان سيرم ايفا يعتبر حلو جدا وبديل فعلا ذا اورديناري، وكمان المكونات بتاعتهم هما الاثنين مقاربه جدا لبعض. وانت كمان عامله عنه ريفيو لو حابين انكم تشوفوه قبل ما تشتروه، عشان كمان تعرفوا اذا كانت ماده انياسينمايد مناسبه لنوع بشرتك ولا لا. بس في العموم اي حد بيستخدم ماده انياسينمايد من ذا اورديناري وعايز بديل ليها فايفا اكيد، وروحوا شوفوا الريفيو عشان تعرفوا كمان ماده انياسينمايد بتشتغل على ايه في البشره. انا مش هتكلم عليها في الفيديو ده، انا بس مجرد هدي بديل للناس اللي بتستخدمها. فالبديل فعلا الارخص سيرم ايفا بنياسينمايد، جربوه. وعايزه اقول لكم كمان في الريفيو بنات كتير جربته، كتبت لي كومنتات حلوه جدا عنه، فكمان روحوا شوفوا راي البنات اللي جربت سيرم ايفا نياسينمايد. تاني حاجه معايا وشايفه انها بديل رخيص جدا ونفس القوام والفعالية وكل حاجة، جل كريم من ماركة ديرماتيك. ده جل مخصص للبشرة الدهنية والمختلطة، فكرته انه جل كريم حلو جدا، اللي بيميزه انه خفيف على البشرة، التركيبة بتاعته قريبة من الجل، في نفس الوقت هو جل كريم، فتحسي معاه ان فيه برضو في التركيبة كريم، فبيديك الترطيب كويس. فهو باختصار بيدي ترطيب حلو، وفي نفس الوقت التركيبة بتاعته خفيفة، فمش بتضايق البشرة الدهنية ولا المختلطة، فكان من الحاجات الحلوة جدا. وده من ماركة ديرماتيك وانا مخلصاه، وحاليا سعره تقريبا عدى 400 وحاجة. دي ماركة بولندية، معظم منتجاتهم يعني اسعارها بصراحة غالية. بديل للسليبنج ماسك من ماركة لانيج، وماركة لانيج دي ماركة كوري. بصوا هتلاقوا نفس حتى اللون والقوام، نفس الفكرة بالظبط، عبارة عن جل كريم، بتحس انه لونه لبني شوية، وتحس ان التركيبة فعلا فيها جل وفي نفس الوقت فيها كريم، فبتديك الترطيب الحلو وفي نفس الوقت خفيفة على البشرة، فده فعلا بديل حلو جدا ليه. ده سعره في حدود 100-120 بالكتير، هتلاقوه في اي جروب او اي مكان بيبيع المنتجات الكوري، كمان هتلاقوه في الصيدليات اللي بتبيع المنتجات الكوري، كمان موجودة على نون، فده برضو متوفر وهتلاقوه. فمن الحاجات الحلوة لو عايزين حاجة خفيفة جدا وترطيب كويس، اتنين بالظبط قريبين من بعض ونفس التأثير وكل حاجة، فأنا شايفة انه فعلا بديل حلو جدا ليه. ومن الحاجات اللي انا شايفة انها فعلا بديل للسان سكرين الغالي، وانا جربت سان سكرين كتير، كنت كل ما بتطلبوا مني اني اجرب سان سكرين كنت بجربه، وجربت شركات كتير، فشايفة فعلا البديل الوحيد للسان سكرين لروش بوزي دراي تاتش جيل، هنزل لكم صورته وكنت اتكلمت عنه قبل كده، البديل فعلا ليه، وتحس ان التركيبة فعلا جيل وخفيفة على البشرة ومش بيحسس البشرة نهائي، وهو من ماركة اين ليب. هو السان كريم من ماركة كوري اسمها اين ليب، خاصة النوع ده عشان عندهم انواع كتير، النوع ده احسن نوع فعلا، سيكا كلامنج سان كريم. وفكرته انه مخصوص للبشرة الحساسة، وفيه خلاصة نبات السنتيلا، كمان مقاوم للتجاعيد وبيساعد في التفتيح، لمس وقوام وامتصاص، يعتبر فعلا بديل 100% لروش بوزي كحماية من الشمس، هنقدر نقول انه بديل ليه بنسبة 90%.
فبصراحة انا شايفة انه فعلا بديل ممتاز. وعايزة اقول لكم ان في بنات كمان عجبها اكتر من لاروش بوزيه، فانا حبيته جدا. ومن وقت ما انا جربته وانا برجع اكرره تاني واشتريه تاني، وشايفة انه بيأدي الغرض. مش محتاجة اني اشتري حاجة حاليا سعرها 500 او 600، فشايفة ان ده فعلا بديل ممتاز لصن سكرين غالية كتير. فده من الحاجات اللي انا حبيتها وانصح بيها لو حابين انكم تجربوها. بالنسبة بقى للتقشير، من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها عامة وهي سيرامات التقشير، لانها بتساعد على التفتيح وبتقلل البقع وتصبغات وكمان تراكمات الدهون والجلد الميت. مع سيرامات التقشير اللي سعرها رخيص ومتوفرة في الصيدليات، وهو لوريال جلايكوليك اسيد، وده نسبته 1%. النسبة مش كبيرة بس فعلا فعال ومناسبة كمان. شايفة عشان النسبة مش كبيرة فهتناسب كمان البشرات الحساسة. شايفة انه كمان يعتبر بديل لحاجات كتير غالية كسيرم تقشير بجلايكوليك اسيد، وسعره في حدود 275 ل 295 بالكتير. فشايفة انه فعلا من سيرامات التقشير المتوفرة وسعرها كويس، كمان النتيجة بتاعتها حلوة جدا. فلو حابين سيرم للتقشير فده برضو من الحاجات الحلوة اللي بستخدمها الفترة الأخيرة. وآخر حاجة معايا وده خلصان من عندي واتكلمت عنه كتير، وهو لاروش بوزيه سيكا بلاست بوم بي 5، وهنزل لكم صورته. وده فكرته، ده يا بنات مش كريم مرطب، يعني ما ينفعش تستخدميه كمرطب اساسي. ده بيستخدم لحالات معينة كعلاج للطوارئ، لو حد بيعمل تقشير شيفينج بعد الليزر، فترات البشرة اللي فيها مشاكل في حاجز البشرة، محتاجة ترميم للبشرة، البشرة ملتهبة، البشرة فيها احمرار، لمشاكل البشرة. بس مش المرطب الاساسي بتاعك، ده يعتبر زي كريم للطوارئ مش اكتر من كده، لانه برضو تقيل مش خفيف وبيعمل لون ابيض. بستخدمه بالليل بس عند اللزوم، ما بستخدموش نهائي بالنهار ولا بعتمد عليه كمرطب اساسي، لانك صعب ترطبي بيه بالنهار، صعب ترطبي بيه قبل الميك اب. يعتبر الكريم اللي لازم يكون موجود عندك ككريم للطوارئ مش اكتر من كده، او في حالات معينة، او استخدمتي منتج عمل لك تحسس او التهاب، او الفترة اللي انت فيها عايزة تعالجي حاجز البشرة. بس ما ينفعش تعتمدي عليه كمرطب بتاعك، خاصة لو بشرتك دهنية او مختلطة. جربت حاجات كتير بصراحة ما كانتش نهائي بديل لي، جربته وشايفة انه يعتبر بديل لي بس مش بديل بنسبة 100% خالص، بالعكس بديل بنسبة مثلا 60%. يعني لو حد بيعاني من مشكلة بسيطة في حاجز البشرة، حد حابب يستخدمه لان حالة بشرته حاليا حساسة فبتتحسس من اي حاجة، فمحتاج انه يمشي على مرطب دايما. المرطب ده يساعد حاجز البشرة، وهو لوشن سيرافي. انا شايفة ان لوشن سيرافي بعد ما انا يعني قربت خلاص اخلصه، شايفة ان المرطب الاساسي بتاعي ده بعد التقشير بعد الشيفينج، بستخدمه برضو لما البشرة بتكون ملتهبة بيهدي معايا. ده المرطب الاساسي بعد المواد الفعالة عشان يهدي البشرة، يقلل التحسس، يساعد حاجز البشرة. فلو المشكلة عندك مش قوية مش محتاجة لاروش بوزيه سيكا بلاست بوم بي 5، فممكن تكتفي بده طالما المشكلة عندك بسيطة او حالة بشرتك في العموم حساسة. ففي نفس الوقت هتضطري انك تستخدمي منتج تمشي عليه على طول، لان اوقات حالة البشرة الحساسة مش بتتغير. بس كده، وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وحاولت على قد ما اقدر اني اجرب كذا منتج عشان فعلا احاول الاقي منتج بديل للحاجات الغالية اللي انا استعملتها قبل كده، كمان عشان انا ممكن استخدمها كبديل، لان حاليا معظم الحاجات الغالية اللي كنت بشتريها قبل كده سعرها فعلا بقى مبالغ فيه. كمان في حاجات كتير ناقصة جدا من السوق، فعشان كده حاولت اشوف بديل اقدر استخدمه. وبس كده، دي كانت فكرة الفيديو. لو عجبكم ممكن نعمل جزء تاني، لو حابين الفكرة ممكن نعمل فيديو تاني كمان للميك اب، فقولولي برضو ايه رأيكم. ولو انتوا جربتوا بديل لحاجة غالية كنتوا بتستخدموها قبل كده اكتبولي عشان كلنا نستفاد. وبس كده، وشكرا ليكم ومع السلامة.